بص يعني هي في حاجات برضو الحياة بتعلمك شوية حاجات، يعني هي مش هتعدي على واحد أو مش هتعدي على اثنين غير لما أو هتروح لاثنين غير لما تعدي على واحد. يعني احنا النهاردة عندنا مشكلة كبيرة مستقبلية، المشكلة الكبيرة المستقبلية ديت أنا يعني ما عنديش حل فيها خالص دلوقتي خالص، ولا حد قرب لي ولا حد كلمني ولا حد قال لي تواصل معايا خالص يعني. تمام؟ خالص يا يعني كابتن سيد، ولا اتحاد كورة ولا اتحاد افريقي، اتحاد مصري ولا اتحاد افريقي ولا حاجة خالص، لا لا، ما حدش كلمني في حاجة خالص، بالعكس ولا حتى بشكل ودي مثلا فلان كلمك يا كابتن سيد والله. كذا؟ حتى لما بتيجي تتكلم مع حد بشكل ودي، يعني ما بتكلمش على الاتحاد المصري يعني، اه حتى عموما لما مستوى اه عموما يعني مع الناس بشكل، حتى الناس اللي هي مش منوطة او مسؤولة، ما حدش متفاهم الوضع، ما حدش متفاهم الوضع ولا قبله ولا يعني ولا قادر يوصل لقرار يا راجل. ده الاتحاد ده شلت عنده ماتش يوم 16، تمام؟ البطوله نفسها عمرها ما هتتاخر ليوم 13، يعني انت ممكن تلعب 7 و10 و13، يعني ممكن تلعب 7 ممكن لو بدرت النهائي شويه، لو بدرت النهائي بتاع امم افريقيا شويه، بدل ما يبقى 6 يبقى 4 مثلا، وضغطت المباريات اوكي، وضغطت المباريات ولا حاجه، بدل النهائي بدل ما يبقى يوم 6 يبقى يوم 4، وخليت كاس العالم يوم 7 و10 و13، حتى ده ما حدش قبله. ليه؟ لان تشيلسي عنده ماتش يوم 16، يعني ما حدش يقدر يهوب ناحيه الاتحاد الاوروبي، ما حدش يقدر يهوب ناحيه الاتحاد الاوروبي خالص، ما حدش قادر يهوب يقول للاتحاد الاوروبي معلش اجل لتشيلسي ده مباراه دور الثمانيه ولا حاجه في يوم، بدل ما تبقى 16 تبقى 17 مثلا، ما حدش قادر ياجل يوم واحد، ما حدش قادر ياجل يوم واحد. تمام؟ ليه؟ لان في اتحاد اوروبي هناك، في الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي هنا ما حدش قال لك حاجه خالص اصلا. محدش بيرد. يعني الموضوع بقى سايبينه كده. انا ما اعرفش، انا متخيل ان انا عملت اتصالات كتير اليومين ثلاثه اللي فاتوا، كله بيقول لك ما خلينا نشوف. طيب الدنيا خلينا نشوف ايه يا جماعه؟ يعني ايه يعني ايه خلينا نشوف؟ افرض النهائي مثلا مصر وتونس، مثلا مصر ومالي، انت فاهم؟ طب انا هعمل ايه انا كنادي اهلي؟ الناس اللي انا دافع بيها النهائي الفلوس دي بس كلها، يا كابتن اسلام، انت بتتكلم على قبل النهائي، قبل النهائي يعني انا بقول لك يعني مكتوب له يوم 2 و3. طب لو النهائي قبل النهائي ده يوم مالي ثلاثة. وتونس ومصر، صحيح صحيح تمام، صحيح فانت بتتكلم على 11 لعيب عندي، 11 صحيح لعيب، صحيح 11 لعيب، وهم يعني ما فيش في الكرة اساسي ولا احتياطي انا الحقيقة غير مش طبعا. عارف، انا الحقيقة مش عارف الموقف ده انت كنادي اهلي بتتحط فيه ومطلوب منك ان انت تحل، انا ما اعرفش تحل ازاي. يعني يا جماعه من فضل حضراتكم كل جمهور النادي الاهلي ابعتوا لنا قولوا لنا هو الموقف اللي زي ده انا احل فيه ازاي، انا كنادي انا اقول اهلي لك يعني احل فيه ازاي. مهندس احمد مجاهد السنه اللي فاتت عملها فيا برضو، عملها في النادي عندنا، نفس الكلام في المنتخب الاولمبي، نفس الكلام نفس الكلام. السنه وخسرنا اللي فاتت الدوري. لا اقل، السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت جالنا وقعدنا واتفقنا على المنتخب الاولمبي وحاجات المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي خرج من البرازيل الساعة واحدة، الساعة واحدة ونص كان بعيد لي جواب هتلعب بعد بكرة مع وادي دجلة، ايوه صح. وبعدها بيومين تلعب مع سيراميكا، عادي جدا يعني. فالموضوع باختصار شديد يا سامبر، يعني خلينا نعدي واحد الأول. يعني أنا بفكر كده، يعني أنا بفكر كده، بفكر إن أنا أعدي بس ماتش السوبر الأفريقي، لأن ده ماتش مهم جدا، بطولة مهمة جدا، تمام. أملي إن لعيبة المنتخب كلها، كفاية عليا أيمن أشرف ومش عارف موقف علي معلول لحد دلوقتي، أأمل إن حمدي فتحي يكون سليم 100%، لو مش سليم 100% يعني، لو مش سليم يعني 100% أتمنى 99% ما يلعبش يا كابتن. أتمنى إن ما يبقاش في مجازفة عليه خالص نهائي، يعني أتمنى إن الشناوي يبقى سليم 100%، لو مش 100% برضه ما يبقاش في مجازفة خالص. قفشة يكون 100%، محمد شريف يكون 100%، أكرم توفيق يكون 100%، أنت عندك 7 لعيبة مهمين جدا بالنسبة لنا، مهمين جدا جدا طبعا مشوارنا، عندنا مباراه سوبر يوم 22، مفيش وقت خالص اطلاقا يعني. عندنا فرقه الرجاء فرقه محترمه وفرقه كبيره وفرقه يعني عندها برضو تاريخ كويس قوي قوي في اللقاءات الافريقيه مظبوط واللقاءات ما بين الكره المصريه. فاخلص رقم واحد بالنسبه لنا اللي هو كاس السوبر باذن الله، مش عايز اقول افكر بعد كده في كاس العالم للانديه، لكن يعني خليني اشوف بطوله جايه، امل ان الكل يبقى سليم، الكل يبقى معافى، لو في اي شك طلب يعني زي ما يعني بقوله في منتهى الصراحه، يعني لو في اي شك المصلحه واحده، لو في اي شك هتخسره في الماتش اصلا، وبالتالي هتخسره فتره كبيره، وهتخسر هتخسره من تغيير وهتغير حاجات كتير. اللعيبه كلها تبقى سليمه 100% باذن الله، ولو سليمه 100% خلاص مفيش مشكله، ربنا ان شاء الرحمن باذن الله شكلها البطوله رايحه لنا باذن الله، عشان خاطرنا، عشان خاطر
الجماهير اللي موجوده في قطر، الجماهير المصريه اللي موجوده ومأذره المنتخب هناك ان شاء الله. لكن لو في شك اتمنى يا رب ما يكونش في اي مغامره لاي حد يعني. بعديها هنبص على رقم اثنين بقى اللي هو ماتش الدوري مع فيوتشر اللي هو اتحدد له يوم 26، وبعد كده هنشوف الشكل اللي ما عنديش حل ليه خالص، ولا اقدر اتكلم فيه بشكل مثلا عقلاني، ولا اقدر احله ازاي واقول للمدرب ايه. يعني ما عنديش حاجه مثلا اقدر امشي عليها خطوات يعني. كل اللي اعرف اقول لك، كل اللي اعرف اقوله لك او اللي اقدر اقوله لك، كل ما هتقول لي حاجه اقول لك والله ما اعرف، ما اعرفش يعني ما اعرفش. المطلوب ان انا اخش ب 23 لعيب منهم 10 مش معايا، يعني احلها ازاي ما اعرفش. خلينا نعدي واحد بس الاول ومحدش يبقى متعور، ونخش على السوبر الافريقي باذن الله واحنا جاهزين 100% باذن الله. انا بشكرك يا كابتن سيد، وانا اسف جدا ان احنا طولنا، ولكن كنا محتاجين ان احنا نعرف كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا للنجم الكبير ومدير كره القدم في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ.